دفع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير عن التدخل العسكري لقوات التحالف العربي في اليمن، قائلا إن التدخل جاء لحماية الشرعية وليس سعيا لتحقيق أي أطماع. جاء ذلك في كلمة يلقيها في هذه الأثناء الجبير على هامش المؤتمر الدولي للأمن المنعقد في ميونخ. وعن الصراع في سوريا قال الجبير إن رحيل الأسد ضروري لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وأضاف إننا نسعى ليمن موحد ومستقر وآمن، والحكومة الشرعية اليمنية تسيطر على معظم المناطق. بليز بدل وراء هذا ما